خلونا في بداية الحلقة نسمع شعر من الشاعر والمفكر المسيحي نعيم عاطف بعنوان الريح. الريح تهز شواش الدخل بس الجبل يفضل ثابت، الموجة هدت كوم الرمل لكن مع المركب خابت، وأنا زي كوم الرمل ضعيف بتشني موجة وترميني وتهزني صورة إعلان ومكان ما رايحة توديني. أنا نفسي أكون ثابت وأصمت، أنا نفسي أكون ثابت وأصمت وأقدر أقاوم في الأمواج وأعيش على مبدأ ثابت، عارف طريقي وفيه منهاج، مش عايز أعيش من غير مبدأ، عايم في بحر ملوش شطآن، عايز أعيش جوه حدودي وأكون على الدفة الربان. يا رب ثبتني في حقك، دي الريح الشديدة بتأذيني، وأنا هتسند على مين غيرك؟ مين غيرك أنت يقويني يا رب؟ هنسمع في حلقتنا عن ناس عرفوا يعيشوا مختلفين على الناس اللي حواليهم، كانوا زي الجبل زي ما قال لنا عم نعيم. هم الناس دول ناس زينا؟ هو احنا ممكن نعيش زيهم؟